لنا اليوم احنا لابد ان يكون نتهيئ اخواننا. اولا نتهيئ ونجاهد انفسنا ونحضر انفسنا لظهور صاحب زوال عجلات الرسل. ونتوقع يوم يظهر. اذا ظهر هل فعلا احنا بالمظهر اللائق؟ هل نستاهل ان نكون نحن جنوده؟ وندعي يوميا نقول اللهم اجعلنا من جنود صاحب الزوال، ويوميا ندعي دعاء الفرج. هذا دعاء الفرج بمناسبه عهد بيننا وبيننا. انه ندعو الله سبحانه وتعالى ان يظهر صاحب الزمان وان نكون نحن جنوده. اذا نكون نحن جنوده هل نهيئ انفسنا؟ هل احنا على استعداد كامل؟ هل يرضى باعمالنا الامام صاحب الزمان؟ واحنا مؤمنين ان شاء الله هذا الجيش سوف يستمر ويكثر ويسلم، وان شاء الله تسلم الرايه الى صاحب العصر والزمان. وانتم ان شاء الله مقدمه لتشكيل هذا الجيش المليوني. والله احنا قسمنا امام الله وقسمنا امام المرجعيه، اي شبر تحت ايد الدواعش ما راح يخلص من ايدينا. نواصل لاخر قطره دماء بينا، نوصل ونحقق الاهداف اللي نسترجع كل شبر اللي راح من عندنا، ويرجع الوطن سالم غالم تحت قيادتنا وتحت هماتنا مرجعيتنا الرشيده، حتى الناس تعيش بأمان وبسلامة، اللي حتى يزورون عتباتهم المقدسة براحة مهماتنا. لواء كربلاء is a brigade formed in Karbala featuring a combination of various political factions tasked to protect the nearby city of Hilla and the holy cities of Najaf and Karbala. The battalion known as Badr is a key block in this operation. We gained exclusive access to accompany them on the front line against ISIS in the recently liberated Jurf al-Sakhar, a region near Karbala. هاي في الكمال حسين طريق كربلاء بغداد. طبعا نهر الفرات منين يجي؟ من المسيب على اليمن على الجرف على عملية فلوجة إلى آخره. هاي المنطقة بحيرات سموها، وهاي المنطقة جرف سعيدات فارسية عبدويس سنديج فاضلية. لهنا الجسر هذا اللي تهدم إن شاء الله نوديكم عليه، هذا جسر فاضلية. بس هاي المنطقة كلها تقريبا 40 كيل من جسر فاضلية. أكو طريق من طريقين يطلعون على عملية فلوجة 33 كيلو تقريبا. هسا هاي كلها بيد الحج الشعبي، هاي المنطقة كلها بيد الحج الشعبي بيد المجاهدين. Jurf al-Sakhar is a town northeast of Karbala. The road leading from Karbala to Musayib takes you either to the north of Baghdad or towards Jurf al-Sakhar, which is separated into five areas: Saadat, Farsiya, Abidwais, Snadij, and Amriya al-Fallujah. During the US occupation of Iraq from 2004 to 2008, this region towards the south of Baghdad experienced high levels of sectarian violence. The areas in Muhammadiyah district, including Yusufiya, Iskandariya, Latifiya, and Jurf al-Sakhar, are known as the Triangle of Death. This forbidden triangle of death often saw catastrophic attacks targeted against innocent civilians. This region recently fell to the Iraqi Voluntary Army in October 2014. We are about to enter Jurf al-Sakhar 6 weeks after the army of volunteers sought victory. ان شاء الله هسه اخوه احنا ان شاء الله متوجهين ناحيه جرف النصر ان شاء الله، اللي كانت سموها جرف الصخر. هسه كبدايه احنا نمر على الاخوه بالافواج، فوج الاضوان، فوج بدر الحله، وبعدها هم عندنا عمليات ان شاء الله على منطقه عويسات
فوق منطقة الخضر. هاي المنطقة هم وصلت معلومات استخباراتية أنه هي فوق منطقة الجرف ب 15 كيلو، وعندكم علم. هاي المنطقة المعلومة الموجودة عنها أنه بعض الإرهابيين موجودين. فإن شاء الله اليوم أو بعد أو يوم باكر بعد باكر أنه نتوجه عليها بالتبشير تطهير هاي المنطقة. فاحنا مكلفين على انه ندافع عن وطننا، مكلفين ندافع عن اهلنا، عن ناسنا، عن شرفنا، عن الارض اللي احتضنتنا. لذلك انه احنا طلعنا للجهاد واحنا قلت لك بامر المرجعيه. فاللي تقول المرجعيه احنا لازم ننفذه. طبعا بالمناسبه انه كانت جرف الصخر حد هاي النقطة أو النقطة اللي بعدها قبلها ماكو بعد هاي منطقة خطر. سيارات مدنية ماكو، سيارات مدنية مطلوب، فقط داعش هنا موجود. اللي يجي بالاشتباه ويدخل ينقتل، ينذبح يمثل بيها، مو بس ينذبح. هسه هاي العوائل رجعت بعد لبيوتها، بينما إذا أنا مش بعد 5 كيلوات عوائل ماكو، لأن ديش منطقة ملغومة، منطقة مفخخة، كل البيوت أو أغلب البيوت مفخخة بأبوات، فحتى سيارة مدنية هناك ما تدخل. لا شك أن داعش اليوم يمثل عدو مشترك. لاحظنا أن مجموعات سياسية منوعة من أهل السنة اجتمعوا في مؤتمر في أربيل مؤخراً، وكان عنوان الاجتماع مواجهة داعش. هذا تطور نوعي في المكون السني حينما يعلن جهارا ووضوحا بأنه يعادي داعش ويقف ليقاتل داعش. وهناك عشائر سنية كريمة اليوم في العديد من المناطق والمحافظات العراقية تعلن استعدادها لمواجهة داعش وتطلب الدعم والسلاح والتدريب من الحكومة العراقية، والحكومة تقوم بواجباتها في هذا الأمر. أنا أعتقد أن امتزاج الدماء وحضورنا المشترك في هذه المواجهة عزز الحالة الوطنية. عندما نجد أنه عشائر الرمادي تطالب المرجعية بالإسناد، وعندما نجد أبناء الرمادي موجودين في كربلاء وفي ضيافة العتبة الحسينية والعباسية، هذه كلها رسائل تطمين وثقة. ولك ما أقوى تفق الشعب سنعين، هاي طرعوا خبول العدو بيهم يحبون يسوون يقربون منها، ونحن كلها واحد، مذهبنا واحد، سنة والشعب واحنا واحد. ولو سنة جاي يزورون هسه سيد الحسين، سيد العباس، سيدنا علي، هم جاي يحترموننا ويقدروننا. والله حتى سنة سنة ولا نحن تكيد بنعود عليه. سافر رحت 3 أشهر بيانا سنة والله بالبغداد بالكرادة بال52، يعني منطقتي عندهم وأعرفهم، عندي أرقام وخابهم. This ghostly town, located on the banks of the Euphrates, has now been renamed to reflect the triumph and victory of the voluntary army against ISIS, who were driven out. Jurf al-Sakhar, or the Rocky Bank, has been named Jurf al-Nasr, the Bank of Victory. طبعاً هاي البيوت منطقة السعادات بجرف الصخر. هاي البيوت كانت لمن؟ كانت للقيادات الدواعش، وهي مقدمة جرف الصخر منطقة السعيدات. الآن مكاتبنا الرئيسية، مثلا لواء كربلاء الحشد الشعبي اللي هو بدر والرضوان ومنظمة عمل إسلامي، أخذوا مثلا مقر هنا بالسعيدات اللي كان مقر للدواعش وقياداتهم. أما كتائب حزب الله مثلا والعصائب هم قدامنا هناك، الأخوة العصائب، عصائب أهل الحق، اتخذوا هاي البيوت مقرات لهم. هاي اللي تشوفوها هسه، هاي كانت مقرات الدواعش الرئيسيه، الان مقرات الحشد الشعبي. واضح جدا ان الحشد الشعبي هو سبب الانتصارات التي تحققت في العراق، سواء كان في موضوع امرلي، في موضوع جرف الصخر، في موضوع تحرير ضلوعيه، في موضوع الانبار حديثه،
واضح جدا ان الجيش كان موجود لكن لم يستطع ان يقدم شيء، لكن وجود الناس المتطوعين المؤمنين الذين لبوا الفتوى المستعدين للبذل هو سبب مثل هذه الانتصارات. وأنا لا أقول أن كل أفراد الحشد هم أناس يعني مقدسين ومؤمنين، الحشد حشد وطني عام، وفي كل الحروب في العالم عندما تكون هناك حرب ويكون هناك حالة انفعال وغضب ومواجهة وقتل وما شابه تحدث بعض التجاوزات، بعض الأخطاء، بعض السلبيات، لكن الحالة العامة الانتصارات تحققت بفضل الحشد، وهذا وبالتالي اللي جعل بعض السنة أو كثير من السنة في المناطق يطالبون بحضور الحشد وليس فقط القوات العسكرية. Our next visit was Beit al-Amir, the house of the prince. This location served as the headquarters for ISIS in the region. كان بيت الأمير بيت تصنيع العبوات الكبيرة المهولية يسمونها المدرعات للجيش العراقي. Even though the terrorists had been defeated a few weeks ago, the army who we accompanied were informed that the area still had bombs which haven't yet been removed, and as such was unsafe to enter. يلا توكل على الله هاي اللي هسه فجرناها احد العبوات اللي كانت موجوده بهاي المنطقه بهذا البيت الامير، فقمنا بتفجيرها وتفكيكها على حسب المنهج اللي احنا سارين به بالتطهير بالمنطقه. طبعا هذا هو بيت امير الفاسقين، امير الدواعش ومعاونه هيثم الذيب. هذا البيت لما طبيناه بالداخل لقينا حقيقه انه عبوات منهولية، مادة C4 شدة انفجار اللي هي أقوى من TNT، كذلك كان مصنع للعبوات، مصنع لتصنيع العبوات المنهولية والعبوات الأخرى. هاي المادة الموجودة أمامكم مادة النترات، كذلك نترات صوديوم يستعملوها مواد تفجير. لقينا بعض الدسكات، الأقراص، وبعض الأمور لا أخلاقية موجودة داخل هذا البيت اللي يسمى بيت أمير الدواعش أو بيت أمير الفاسقين. بل كذلك هذا البيت لقينا بمشنقة اللي الشخص اللي من جماعتهم الشاكين به يلزموش ينقوا شنق وإعدام داخل هذا البيت اللي هو بيت أمير الدواعش. هذا كان بعثي قيادي بحزب البعث المقبور، النظام المقبور، وأخوه صباح الذيب كذلك عضو قيادة فرقة. بل يا أبوك هاي النواصف، هاي النواصف كانوا يستعملون هاي تفخيخ السيارات اللي يفجروها مثلا بكربلاء، النجف، الأشراف، كربلاء مقدسة، بغداد، ويستعملون من هاي أطنان طبعاً، مو هاي الأعداد البسيطة، أطنان كانوا يستعملوها. هاي النوع من الأبوات يسمونه عبوة منهولية. هاي العبوة طبعا تصنيعها محلي، يصنعونها نفس هذا البيت. شوف هذا بيت الأمير اللي كانوا يصنعون به المادة اللي قبل شوية صورت، هذه المادة مادة النترات يخلونها هنا ويخبطون وياها مادة C4 ذيك الخلاطة اللي عندهم كانت موجودة هنا، ويحطوا لها فد بورك يسدون هاي الفتحة ويخلون فتيل انفجاري بها. هذا الفتيل الانفجاري يشدون عليه ساعق كهربائي صغير يتفجر بباتر 9 فولت